تنتظر هذه الشاحنات التي تواردت منذ أيام إلى مناطق استيلاء ميليشيا قسد شرق دير الزور تعبئة المواد النفطية وشحنها لمناطق سيطرة ميليشيا أسد، وسط أنباء عن مفاوضات تجري بين الطرفين لإتمام اتفاق جديد لتهريب النفط خارج دير الزور. الأخبار التي نشرتها شبكة فرات بوست تشير إلى أن عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني اجتمعوا مع عناصر من ميليشيا قسد في بلدة ذبيان شرق دير الزور بهدف فتح خط نقل جديد للنفط الخام إلى مناطق ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية. المصادر كانت قد أكدت أن المدعو زيدان الهلوش الملقب بزازا يعد أبرز المهربين الذين يشرفون على عملية نقل المواد النفطية إلى مناطق الميليشيا الطائفية، وذلك عبر منفذ بلدة جديد عقيدات. إلحاح ميليشيا أسد على تنظيم تعاملات جديدة مع قسد يأتي بعد تراجع الكميات والشحنات المرسلة عبر خط الإمداد الإيراني والنقص الحاد بالمشتقات النفطية التي تعانيه مناطق سيطرتها. وكانت ميليشيا قسد قد خفضت بالآونة الأخيرة بشكل كبير عمليات تصدير النفط لمناطق ميليشيا أسد بعد اندلاع مظاهرات شعبية في مناطق شرق دير الزور والحسكة تطالب قسد بوقف سرقة نفط المنطقة وبيعه للميليشيا الطائفية.